بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم شباب. شباب هاي غسالة دينكة نوع QWM-1750TLWH. العديد من الأخوة يسألون على أنه شنو الماء الحار فقط مرة واحدة ينزل أو ملء الغسالة بطيء. لازم تعرفون أخوان بأنه هاي الغسالة الشركة المصممة إلها خلت الحنفية، طبعا هي بها حنفيتين، حنفية ماء بارد وحنفية ماء حار. أول شيء الماء اللي ينزل يعتمد على أنت شو مؤسس، يعني مؤسس له بورين أو لا، هاي واحدة، يعني موصل له ماء حار وماء بارد أو باردين، أو فيعتمد على أنت شو مؤسس له، هاي واحدة. وبعد يعتمد على هنا هاي الإعدادات مالتها أنه بارد دافئ حار. إذا حطيتها على البارد فمعناها فقط الحنفية البارد راح تشتغل، وإذا حطيتها على الدافئ هذا الوور راح يشتغل عندك الحار والبارد الحنفيتين، وإذا حطيتها على الهوت راح يشتغل عندك الحار. إذا حطيتها أنت خلينا نقول على الدافئ فراح يشتغل عندك شنو؟ الحار والبارد. أخوان الشركة المصممة للغسالة صممت بأنه شنو؟ الحنفيتين أثناء الغسل تشتغل، يعني إذا حطيتها على الدافئ راح تشتغل الحار والبارد أثناء الغسل، لكن أثناء الشطف تلاحظون عدد الشطفات إحنا عاطين مثلاً هنا 2، فخلال هاي المرحلتين من الشطف بعد ماكو داعي الشركة تقول، يعني ترى من وجهة نظر اقتصادية ماكو داعي أن نشغل الحنفية الحار، ماكو داعي لأن هو عمل الشطف فقط، فراح تشتغل فقط حنفية واحدة، فيصير ملء الغسالة بالمرحلة الثانية، مو مرحلة الغسل، مرحلة الغسل راح تكون عملية ملء الغسالة بصورة أسرع. ليش؟ لأن الحنفيتين تشتغل، أما مرحلة الشطف فراح تشتغل فقط حنفية واحدة، فيكون ملء الغسالة. تلاحظون هسه مرحلة الشطف، طبعا هنا ما أدري واضحة أو لا، هنا حنفية واحدة قاعد تعمل وعملية الملء كلش بطيئة. ليش؟ لأنه قاعد تمر هسه الغسالة مرة مرحلة الشطف، لكن مرحلة الغسل كان الماء كلش قوي. ليش؟ لأن الحنفيتين قاعد تشتغل. بس حبينا ننوه، لأن يعني هواية من الأسئلة تقول الحار ما قاعد يشتغل عندي، فقط مرة واحدة أو قليل أو ملء الغسالة بشكل بطيء. فلازم تعرفون بأنه الماء الحار يعمل فقط مرحلة الغسل. وأي سؤال بهذا الموضوع أنا حاضر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.